يعني شوف برضه يا خالد، احنا ما هو ده جزء برضه من مشاكلنا، احنا دايما نبص يا ابيض يا اسود، يا ممتاز يا فاشل، ما فيش حاجه في الدنيا كده، احنا بشر بنصيب ونخطئ. تقييم جمال عبد الناصر لما جه والثوره او يعني حركه 52، اما جيت انا تبص قريب ابص اتذكر يعني ايه المبادئ الست، مبادئ عظيمه جدا، قضاء على الاقطاع، حياه ديمقراطيه سليمه، انا لسه شايفها من كام يوم، يا ريت كنا شفنا حياه ديمقراطيه سليمه، عداله اجتماعيه، يا ريت كنا شفنا عداله اجتماعيه، عمل حاجات كتير، طبعا كان قائد في الاستقلال الوطني، واما تذكر جمال عبد الناصر في العالم الثالث كله ليه احترام ومعزه وتقدير ان هو قاد حركه التحرر الوطني، ما فيهاش شك، انما للاسف في الداخل في مصر كان عدالة اجتماعية، ارفع رأسك يا أخي، كان في يعني حاجات جديدة علينا في هذا الوقت من بعد ما النظام الملكي والنظام ما يطلق عليه الإقطاعي وهذا الكلام، إنما للأسف يمكن زي ما أنت بتقول الفكرة ممتازة والتنفيذ ما كانش كويس، التنفيذ ما كانش كويس على الإطلاق، ليه؟ لأسباب كتير، إنما أولها في رأيي أنا يعني إنه سلب الشعب المصري من حريته، يعني تحولنا إلى فكرة القائد الزعيم الملهم، واحد، اثنين انه اعتمد على ناس معدومة الكفاءة، معدومة الكفاءة في الإدارة المدنية، اعتمد اساسا على زملائه من القوات المسلحة، الشخص الخريج القوات المسلحة ممكن يكون قائد طبي عظيم انما ما يقدرش يدير وزارة التربية والتعليم، ولا انا اقدر ابقى قائد طبي، يعني احنا في تقسيم ادوار، في تاهيل، انا دخلت كليه حقوق ما اقدرش اعمل عمليه، لكن يمكن ده كان طبيعي لحد ما على الاقل في الفتره الزمنيه اللي كان وصل فيها جمال عبد الناصر الحكم، يعني كان في الملك وبعدين ثوره، وكان نقدر نتكلم يا ترى عن يعني كنا بعيدين تماما عن دوله المؤسسات، صح التعبير، بعيدين تماما عن دوله المؤسسات، انما كان في نخبه في الوقت ده اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي زمن والدي والزمن اللي قبله، ولا دي كانت نخبه في اي مجال في مصر لا تقل عن اي نخبه في الخارج الحقيقه، يعني سواء طبيب سواء مهندس سواء محامي سواء اقتصادي، وهو ما اعتمدش عليهم، همشهم ليه؟ ما هو دي جزء من مشكلة، يعني أنا هنتكلم برضو تاني إن أنا أما ببص للصورة الكبيرة، غياب الحكم الرشيد في العالم العربي كله، غياب الحكم الرشيد، يعني عشان أبسطه بمفهوم إيه؟ بمفهوم إن الشعب يكون شريك في الحكم، إن الشعب هو اللي يختار رئيسه، وما يبقاش رئيس وهو بيختار شعب، أو يعني بيلحق بنظام حكم شعب.